هنشوف النهاردة الدؤوب باشا بشكل مختلف وطريقة مختلفة مع صوص الديمجلاس. هنشوف ازاي التوابل نختارها صح. هنعمل بطاطس البوري والرز الابيض بطريقة جميلة جدا. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. التوابل زي ما حضراتكم شايفين كده، من كل حاجة معلقة صغيرة. بطاطس مكعبات هنسلقها، ننزل السمنة بتاعتنا تقدح، ننزل الرز بتاعنا، بيبقى طريقة سهلة وبسيطة وطعمه ملوش حل. هنزل بالملح والماجي وورق اللورة وهنقلب ونشوف التسوية. بعد ما الرز سخن هنزل بالشوربة بتاعتنا سخنة اهو، ونقلب كويس. طبعا عمل كرات اللحم النهاردة، كزبرة مطحونة، بابريكا، فلفل أسمر، كمون، ادي البصل المبشور، هنبدأ نقلب مع بعض لغاية ما نمكس كل ده. هنحط طبعا الملح، عذرا كنا هنخلي آخر حاجة. هنمكس مع بعض كويس، طبعا مكسناها كويس اهي كلها. هنبدأ طبعا نعملها كور، ديت مية البصل، فلفل أسمر، ملح اهي، هنبدأ نعملها كور. طبعا الكور كلها تبقى ايه نفس المقاس اهي قدام حضراتكم. اهي اهي. طبعا احنا بنكلم الجزار يحط لنا فيها على الكيلو الا ربع حوالي 150 جرام دهن، تمسك وتديها طعم كويس مع التوابل اهي قدام حضراتكم. نقفل ان الكرة مقفولة قوي، اتأكد يعني ان الكرة مقفولة كلها مقاس واحد. طبعا عملنا الصينية اهي قدام حضراتكم، هتخش على الفرن تقعد على الشواية حوالي 20 دقيقة بالظبط، وان شاء الله نشوفها. صوص الدمجلاس زيت وبصل سوتيه، هنقلب كويس وننزل باللبن بتاعنا، ومع غليان اللبن هننزل بالبودرة بتاعت الديمجلاس اهي، ونقلب كويس عشان ما تعملش كتل، بيبقى طعمها تحفة ملهوش حل. ده صوص الديمجلاس بعد ما اتعمل هو قدام حضراتكم، ريحته وطعمه تحفة ملهوش حل. ديت البطاطس البوريه عبارة عن ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسمر اهي، ونقلب مع لبن، وبيبقى ريحتها طعمها تحفة يا جماعة. طبعا الكفته لسه طالعه قدام حضراتكم اهي، ناخدها كده ننزل بيها في الصوص بتاعنا. طبعا الصوص لسه طالع من الغليان، كان بيغلي يعني اهي، ونشوفها ان شاء الله في طريقه التقديم مع بعض. ده كان طريقه العمل معانا النهارده زي ما حضراتكم شايفين بفضل الله. كرات اللحمة المفرومة بصوص الديمجلاس اهو قدام حضراتكم، شفنا طريقة العمل. طبعا في ناس عشان توصل للصوص دوت ما بتعملوش الصوص الاصلي، بس هو ده الصوص الاصلي اللي احنا عملناه. بتجيب ورشستر صوص او صويا صوص مع النشا والدقيق والتوابل، وطبعا تربط الصوص، طبعا ما بيبقاش بيدي الطعم والتست بتاع صوص الديمجلاس، لكن ده الصوص الاصلي قدام حضراتكم اهو بفضل الله. ودي طريقه العمل، وادي البطاطس البوريه، دي طريقه تقديمنا النهارده اهو، افضل الاطباق بفضل الله. وادي كرات اللحمه، صوص الديمجلاس مع الرز الابيض والبطاطس البوريه، افضل طريقه عمل مع الشيف سيد ابو الذهب على قناتكم، قناة طايل الجميع.
كنا مع حضراتكم النهارده في كرات اللحمه المفرومه وصوص الديميجلاس مع البطاطس البوريه والرز الابيض. ما تنسوش اشتراككم في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لحضراتكم كل جديد. ما تنسوش ارائكم ومقترحاتكم تهمنا. ما تنسوش لايك وشير عشان خاطر توصل المعلومه للجميع. ويا رب ان شاء الله حلقه النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا، مع السلامه.